فالأجواء دائما ستبقى مشمسة تماما بالمدن الساحلية، لكن بعد تلاشي ضباب خفيف سيميز صبيحة الغد سواحل الوسطى والغربية. خلايا رعدية منعزلة ستتشكل على المرتفعات الداخلية لكن مرفوقة ببعض الأمطار فيما يخص المرتفعات الداخلية الغربية. هذا النشاط الرعدي سيمتد إلى شمال الصحراء مناطق الجنوب الغربي للوطن، لكن أكثر نشاطا ومرفوق بأمطار احتمال أن تكون معتبرة ورعدية بأقصى الجنوب الجزائري ومرتفعات الهجار والتاسيلي. درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد إذا تتراوح من بين 19 إلى 26 درجة بشمال الوطن، 28 درجة بغردايل والبسكرة، 33 درجة بأدرا، 32 بتندوف، إن صلح 30 درجة بإيزي، 22 إلى 27 درجة بتمنرة ستواجه التي تقارب إذا 30 درجة بأقصى الجنوب. ظهيرة الغد بحول الله الحرارة القصوى ستشهد نوعا ما ارتفاع مقارنة بنهار اليوم، 39 درجة بغليزانش لفوم عسكر، 38 بتيزي وزو، 35 درجة بالجزائر العاصمة باتنا الجيفة، 32 بعنابس كيكدا البيض، وهران مستغانم، 34 درجة بتلمسان، لن تتعدى 42 درجة بشمال الصحراء، 46 درجة بتندوف، 47 بأدرار، 45 بإنصلح لتقارب 43 درجة كلما اتجهنا نحو أقصى الجنوب الجزائري. حالة البحر لنهار الغد سيكون هادئ، هذا على السواحل الشرقية، سرعة رياح ضعيفة لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة، قليل الاضطراب على السواحل الوسطى والغربية لكن سرعة الرياح لتقارب 40 كيلومتر في الساعة على السواحل الوسطى و30 كيلومتر على السواحل الغربية. هذا بالنسبة لنهار الغد. بالنسبة للأيام القليلة القادمة نستهلها بيوم الجمعة، أجواء مشمسة تماما على المدن الساحلية لكن خلايا رعدية ستنشط على المرتفعات الداخلية مرفوقة بأمطار رعدية على المرتفعات الداخلية الشرقية. هذا النشاط الرعدي سيمتد إلى شمال الصحراء منطقة الواحات بالصحراء الوسطى لكن مرفوقة بأمطار احتمالا تكون رعدية ومعتبرة بأقصى الجنوب الجزائري. درجات الحرارة القصوى لن تتعدى 34 بالسواحل، 38 درجة بالمدن الداخلية، 40 درجة بشمال الصحراء و 40 درجة بأقصى الجنوب. يوم السبت بحول الله هبوب رياح قوية نسبيا على السواحل الوسطى والغربية. الخلايا الرعدية أقول دائما تبقى في الموعد فيما يخص المرتفعات الداخلية مرفوقة بأمطار رعدية على المرتفعات الداخلية الشرقية. هذا النشاط الرعدي سيمتد إلى شمال الصحراء منطقة الواحات بالصحراء الوسطى، دائما يبقى أكثر نشاطا وفعالية فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري. درجات الحرارة القصوى عموما تبقى في استقرار بالشمال وبالجنوب. بداية الأسبوع القادم بحول الله إذن يوم الأحد فالأجواء المشمسة تبقى في الموعد بالنسبة للمدن الساحلية لكن سحب كثيفة ستنتشر على المرتفعات الداخلية الغربية مرفوقة برعود وحتى بالنسبة لهبوب رياح قوية نسبيا على هذه المناطق مع خلايا رعدية منعزلة ستنشط على المرتفعات الداخلية الوسطى مرفوقة بأمطار فيما يخص المرتفعات الداخلية الشرقية. هذا النشاط الرعدي سيمتد إلى شمال الصحراء منطقة الواحات بالصحراء الوسطى، دائما أمطار احتمال أن تكون معتبرة ورعدية فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري. درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 28 إلى 41 درجة بالمدن الشمالية، 42 بشمال الصحراء، ترتفع كلما اتجهنا نحو أقصى الجنوب الجزائري لتقارب 46 درجة.